قدم مال صفر بالاعمال الحور والقصور وانهار اللبن نهار كل شيء في الاخره ثمنه عمل. لهذا نجعل نصيبنا كل يوم قرش جيبتنا حتى نصلح دنيانا، واعمال اذكار قيام ليل حتى نصلح اخرتنا. اما الاموال ايام قليله بعدين تذهب قيمتها صفر، وما الاعمال اليوم مع القصور ترتاح شويه، لكن مع القبور غدا مع الحشر 50,000 سنة. اليوم مع المخلوق غدا مع الخالق. اذا في عندنا يوم وفي عندنا غد. الله بيقول ايش؟ طلعنا غد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فالدنيا يومنا والآخرة غدنا. لهذا كما بينت في المسجد ان ربنا مدح في القرآن ضحك كثير جدا وذم ضحك قليل جدا. فالضحك المذموم عند الله بهالدنيا هذه، فإذا ضحكوا قليلا. لأنه فترة امتحان، ما في واحد امتحان بالضحك، فليضحكوا قليلا. ومدح ضحك كثير جدا وهو ضحك الجائزة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. من أحسن نصيبنا الضحك المذموم، نضحك شوية ونبكي، ولا الضحك المحمود؟ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وربنا كذلك ذم بكاء ومدح بكاء في القرآن الكريم. بكاء ممدوح قليل جدا جدا ممدوح، وبكاء كثير جدا والله ذمه. فما هو البكاء المذموم وما هو البكاء الممدوح؟ الممدوح بهالدنيا تسمع وعيد الله وتنزل دمعة يوم تقلب وجوههم في النار وتنزل دمعة، وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تذرف. معنى الذرف يعني دموع قليلة مش تنهمر، تذرف من الدمع. وبكاء كثير جدا الله ذمه. وين هو؟ وهم يصطرخون فيها صراخ بكاء مع الدعاء، ربنا اخرجنا منها وهم يصرخ. فمين أحسن؟ بكاء قليل جدا وفوز، وربنا برضى عليك. الله وفقنا اياكم. لهذا كما نقول قرش الي والله والدين الي. فقرش الي بينفعني ايام قليله، لكن ديني لهذا كل نسبه النا عند الموت تنتهي. بيتي صار بيت غيرك، سيارتي عند الموت صارت سياره غيرك، لكن صلاتي بتظل الك، ما احد بياخذها منك. صلاتي، اذكاري، صدقتي، صومي، حجي، فأعمالك تنسب إليك. لهذا ربنا قال فمن يعمل صالحا فلنفسه، فنسب العمل فلنفسك. فلهذا عند الموت إنسان غني كثير وما عنده صلاة ولا صيام بورث، ورث. لكن إنسان ولو فقير تقي عند الموت يرث. فمين أحسن عند الموت وتورث تعبك لغيرك ولا ترث؟ أولئك هم المورثون. لا يا ابوي، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شو أسباب الميراث؟ قد أفلح المؤمنون، إيمان، هات صلاة وخشوع، في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون. أسباب الميراث حتى قال تعالى لأمانات ما أهل مراعون أولئك هم الوارثون. فلهذا خلاصة الكلام انه الشيء معروف لكن والله ننساه. حطينا ابن عمنا في القبر لكن والله ننساه. اذا شو بنسوي؟ آفة الانسان النسيان. فعلاج هالآفة نظل نذكر ونذكر. اكثر اوامر ربنا بالذكر. فنذكر ونذكر حتى ننجو من عذاب الله. نركع ونركع، نسجد ونسجد. وشو اللي بيرسبنا وبيخيب امالنا؟ نقعد نضحك ونضحي غيرنا، ضيع اوقاتنا. الان كل التكنولوجيا بتتامر على الوقت، تلفزيون، فيديو، جوال، كلها تامر على الوقت، راحت اوقاتنا. فلهذا اوقاتنا اهم من اموالنا.
المال ضاع، واصبر الله بيعطيك اجر، لكن والله تساعد بتروح عليك الى اخرها. فنسال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الذكرى نجعل الليل 10 ساعات ركعتين بهالليل، نجعل في الليل حظ ركعتين اول الليل او اخر الليل، كل يوم كل يوم جزء من القران، الله وفقنا اياكم ونحافظ على حسناتنا، تكتب هذا تنم هذا، لو عندك حسنات ممكن انسان يدخل النار بسبب سيئات غيره، ويمكن انسان يدخل الجنه بسبب حسنات غيره. كيف يدخل الا النار بسبب سيئات غيره؟ اكتب هذا ونم هذا فيؤخذ من سيئاتهم على سيئاتك. الله وفقنا اياكم ونحافظ على اعمالنا مستعدين، وصلى الله على سيد المرسلين. اللهم ان فقيدنا افضى اليك وهو احوج ما يكون لرحمتك، فان كان محسنا فتقبل من احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، فانها تضرك الذنوب، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرا وانثانا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه، وجزاكم الله الخير جميعا. عظم الله اجركم وشكر سعيكم.